مع قدوم موسم الصيف. طبعا هذه من الأمور المهمة جدا والمرتبطة بحياة العراقيين. مع قدوم موسم الصيف تراجعت ساعات تجهيز الكهرباء كما جرت العادة في كل سنة منذ 16 عاما في العراق. مواطن عراقي وثق انقطاع الكهرباء وحال أطفاله في ظل ارتفاع درجات الحرارة مستغربا لماذا يتم ذلك وتحديدا في موعد الإفطار دون مراعاة لحرمة هذا الشهر الفضيل. فنشاهد. هذا هو الحال، هذا هو الحال. صدقوا بالله احنا بشهر رمضان المبارك وتونا بس أكلنا التمراية، بس شربنا أكلنا التمراية وشربنا شوية لبن وطفت لك الكهرباء، وتشوف هاي المولدة المخنفسة هم ساترة علينا، هم ساترة علينا. يعني أنت من تريد تطفي تطفي بهيك الأوقات، مثلا تقول عندي مثلا تحميل وعندي زايد، شنو ذنب هالأطفال؟ شنو ذنب كبار السن؟ شنو ذنب المرضى؟ شنو ذنب؟ اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله. بكتوا يا ما بكتوا، نهبتوا يا ما نهبتوا، اتقوا الله. شهر رمضان هيك تسوون؟ بغير شهور شو تسوون بينا؟ اذا اشتد بعد الحر اكثر ايش راح تسوون بينا؟ نشكوكم الى الله في كل وقت وفي كل فريضه وفي كل موطن وموقف ان شاء الله. نشكوكم الى الله عز وجل وهو المتصرف، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وسوف ياتي ان شاء الله ذلك اليوم الذي يحاسبكم به الشعب ان شاء الله.